سهام شوي فيه ها هي والله العظيم اللي الحل من يدك راك دروكا ندخلوها للحبس شوفي الله يرحملك بها الوالدين ما تبقاش ديري هذه الكلمه ديال الحبس كان سمعها صافي كانت تبورش تعقدت انا من الكوميساريات كاع ودابا سمعيني راه لا قبل هادشي كنقول لك انا هاد الهضره ما بغاش نتقمي منها ماشي اللي دخلاتك الكوميساريه وراه مريضه راه ماشي نورمال ديك السيده راه شحال من واحد تقدر دير ليه بحال هكا ماشي غير حنا اللهم ندخلوها للحبس سهام واه انا ما بغاش نتقم انا ادري واش تدي ربي خليني غير طرونكيل مع راجلي وبنياتي ما بغيت والو شتي هاد الخوف اللي فيك هو اللي خارج عليكم مخليك ديري توسع في حياتك لا لا انا خواف صافي وخصك تقصاحي واسمعيني اون بلوس ما فيهاش شي حاجه لا البشر بغي يعاقب البشر سورتو لا كان تيستاهل وهاد البشر ما لقيتش شكون يعاقبو غير انا لا لا خليها منها الله هذيك راه ما يقد عليها غير سيدي ربي اش عند الميت ما يقول قدام غسالو راه واحد الخطيره هذيك راه واحد بنت الحرام في عيالها مطوره هذيك راه خصها شي رئيس ديال العصابه اللي يوقف عند حدها النيت هو راه حنا هما العصابه وانت هي الرئيسه لا انا هي الشناقه والسلاخه ما حشمتيش تي واش باغي ليا الحبس ولا مالك الا اللي حنا كاع انتقمنا منها وعاقبناها ضربناها ونتفناها وما عرف شنو درنا ليها اش غادي تستافدوا ما بقاش تقول لي هاد الهضره ديال الله يرحم باك واش باغي ليا المؤبد باغي ندرزها في حياتي ها نخلي داك البنيات يتامه قلت لك انا هي رئيسه العصابه انا راه قلت لك هادشي غير باش تقولي لي لا ونكون انا رئيسه العصابه داكشي غير بريت فهمتي دابا سمعيني ما تبقايش تخافي ليا وتراعي هاد الشيء راه ما عنده لا علاقه لا باجرام ولا بحبس كلشي غادي يكون قانوني اسيا كيفاش زعما كيفاش